اعرف برضو رايك يا كابتن عادل في مباراه بكره استن كومباني، لو اتعادل بالنسبه له هيبقى نقطه جيده. هو طبعا تكمله الكلام كابتن ماهر، الماتش بكره ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، وانا بقول ان الدوري لسه ما انتهاش، طالما عدد النقاط بتسمح لنا لو احنا اخذنا الاربع ماتشات اللي جايين او الخمس ماتشات اللي جايين، الكره فيها كل حاجه، والتنافس هيبقى موجود لحد اخر، لما يبقى فرق النقاط ما يسمح لناش. الماتش بتاع بكره طبعا ماتش مهم، وكل الفرق اللي هي بتلعب النادي الاهلي بيبقى فيه نوع من انواع الحرص الشديد والكثافه العدديه الكبيره جدا داخل ال 18. لابد يبقى فيه حلول، والحلول دي يعني المفروض المدير الفني بيوصلها للعيبه، حتى لو ما فيش وقت، عن طريق السبوره، عن طريق حتى المشي، بالمشي كده بوقف اللعيبه في الملعب واعمل جمل، الطرف اليمين بيشتغل ازاي، الطرف الشمال بيشتغل ازاي. يعني مثلا الماتش اللي فات الكور عرضيه وما فيش كثافه هجوميه، وحتى لو في كثافه هجوميه الفريق اللي قدامك بيلعب بتسعه داخلين جوه ال 18، وطبعا الكرات العاليه مش بتاعتك، وبالتالي لابد كي يبقى فيه الحلول. الحلول ديت مش معناها ان انا بروح مزود العدد الفراوده بتوعي او الناس اللي في نص الملعب او الاثنين الاطراف ان انا احطهم يخشوا جوه ال 18، طب ما تبقى الفرص ان انا يبقى عندي مساحه اقدر اجيب منها جول، المساحه دي مش موجوده. ايوه، وبالتالي الكرات العرضيه كلها احنا مش واخدين منها ولا كوره. طب الشوط الاولاني لو حضرتك تفتكر كان في تبادل ما بين كريم وما بين ميكيسوني وما بين ديانج، كان بيبقى من الطرف بيحصل نوع من انواع التبادل المراكز وبنوصل، لكن للاسف الكره الاخرانيه دايما ما بتروحش في الزميل، بلعبها كاني بتخلص منها او انا موظف مجرد انها ما تجيلي بروح لعبها اي حاجه. فعمليه الاختراق من اليمين والشمال مش لازم تنتهي باوفر. ليه ما تلعبش على الارض؟ ليه ما بقاش الكثافه ديت انا اسحب الفرقه بدل ما هم قاعدين العشره كده؟ يا اخي افضل انقل وابتدي اشتغل من الاطراف وافضل مركز على الاطراف. هتبص تلاقي كريم ياخد الكوره فين وفين عشان حد يجي له. لما نزل محمد اشرف ياخد الكوره ما بيلاقيش حد، يروح عاملها اوفر بيخلص منها. طب ما انت كده بتضيع وقت، وبعدين هم بياخدوها وبعدين يروح حاطينها لاي حد عشان يعملوا هجمه مرتده. صح. طب يبقى لازم يبقى في جمله يا كابتن، لازم يبقى في جمله، الجمله ديت ما بين الباك الشمال والهاف والوينج، يحصل عمليه تبادل، وبعدين الكثافه العدديه مش لازم ابدا ان انا وانا بلعبها زي دي. عادل زي دي زي دي زي دي كده اللي بس فات، بس هنا مفيش مهاجم واحد بس زي دي ميكي سوني. طيب انا بستنى الكوره ليه هنا؟ انا ما بروحلهاش ليه؟ انا مستنيها ليه هنا؟ انتشار صعب. انا كمهاجم ما بروحش ليه عليها؟ انا بستناها ليه؟ وبعدين برضو من ضمن الحاجات توجيهات المدير الفني، لما هاني ياخد الكوره وهيعملها اوفر او هيلعبها على الارض، انت ما توقفش، انت بتتحرك، وبعدين عشان اتحرك لازم يا كابتن اسلام زي ما انت يعني كنت باك رايت. دي اصعب واحده يا كابتن عادل، دي اللي هي عملت هاف كروس ورا الناس. اصعب واحده دي بتبقى الحاجات دي بتبقى لان كله بيبقى وشه للجول. حتى المدافعين بيبقى في يعني بيبقى في تمرين يا كابتن اسلام، انا لما بروح على الطرف مش لازم، حتى طالما ما فيش وقت ما عنديش غير يومين ثلاثه، ان انا بعمل التوجيه راجل راس الحربه، لما هاني يروح في الحته الفلانيه العبها له على القريبه. اوكي، يبقى عارف عينيك مع راس الحربه هلعبها له على القريبه. طيب غلط، طيب يبقى اللي بعديه هنقول مثلا ديانج مكمل. هو دايما بيبقى في نص وما اعرفش حضرتك قول لي صح ولا غلط، هو كان دايما بيتقال ايه او بيتقال لنا يعني، وانت يا اسلام وانا رايح انت ما تبصش لان البصه بتاخد منك، على الرغم من ان انا كنت من الناس اللي لازم ابص العب لمين ليه، بس بعد كده اتعودت لانه هو كان بيودي حد على مستر مانويل يعني كان بيودي حد على العرض الاولانيه والتاني على العرض الثانيه والثالث تحتك، وكان لازم بيجبر الناس تبقى في الحتت دي، بمعنى ان انا ما كنت خلاص بقيت عارف حفظت ان انا لو هرفعها على العرض الاولانيه هلاقي فلافيو قطع على العرض الاولانيه وراه بوتريكا او وراه متعب وتحتيها بوتريكا مثلا،
فدايما كنا بنشوف فانت وانت مغمض بتعملها على الارض بقى زي ما حضرتك بتقول، عاليه زي ما حضرتك قلت، اي حاجه بتعدي. لا يمكن، انا من المدرسه اللي بتؤمن ان انا لازم اشوف والعب. أوكي. يعني انا لقيتك انت على الارض القريبه ممسوك كويس، اللي رايح في نص الملعب اللي على ال 18 ممسوك كويس، اللي على العرضه البعيده ممسوك كويس، ايه المانع ان انا اطلعها لبره؟ صح، طلعها بقى لديانج او طلعها للشوقي او طلعها البركات او طلعها لاي حد على ال 18 يشوط. صح، وبعدين انا لما ببص ممكن جدا الاقي الراجل جاي على الارض القريبه، لو لعبتها له على الارض هتبقى احسن. وهكذا، فعن طريق النظر لابد تبقى الحاجه دي موجوده. الحاجه الثانيه ان انا مجرد ما بوصل للثلث الاخراني بروح عامل كروس، الكروس ده مع الفرق اللي انا بلعبها، زي المقصه بتلعب ب 10 بكره نفس القصه، هتلاقي برضو الراجل عايز ياخد منك البونت، ممكن جدا في مرتده لا قدر الله يعني يأذيك او حاجه من دي. لابد تبقى عارف ان انت وانت بتهاجم، ما اناش موظف بوصل للثلث الاخراني واروح عامل كروس وخلاص واخلص منها، لا، لازم يبقى في صبر، صبر على الاستحواذ. وانا بستحوذ الكوره يبقى في صبر، ما تخلصش منها بسهوله. انا رحت ولقيت ان الكوره لو عملتها كروس 50% و50%، لا ما العبهاش، ارجع تاني لرامي، الرامي يلعبها تاني لديانج، ليانج يروح حاططها في الشمال، وافضل عمليه التدوير زي ما بنشوف ريال مدريد وبرشلونه بيفضلوا يعملوا عمليه الاستحواذ وعمليه الخلخله لحد لما الرقابه تروح عليه. الحاجه الثانيه يا كابتن، لما الناس اللي بتروح على الثلاث خشبات ما بتروحش تبقى واقفه مستنيه. وبعدين في حاجات كنا بعلمها لاولادنا. اوكي، انت حضرتك ماسكني، انت راجل مدافع وانت ماسكني، افضل ان واقف جنبك؟ لا، ولا زميلي وهو بيتحرك انا باخد خطوتين، انت جيت معايا بروح واقف، وما افضل نفسي لما تجيلي يبقى عندي فرصه ان انا اجيب هدف من غير ما تبقى عليا الرقابه. الحاجات دي كلها مفروض في لاعب في النادي الاهلي يكون حافظها وعارف، يبقى عارف الحاجه دي، لازم اهرب. ودي بتبقى عمليه بالتمرين، الى جانب طبعا بيبقى عند احيانا بيبقى بعض اللعيبه عندها الموهبه دي، زي متعب كان تبص تلاقيه بيقف في حته الكره جايه له، ده نوع من التوفيق، توفيق رباني. سقطت زي محمد صلاح نفس القصه، يبقى واقف في مكان تبص تلاقيها رايحه له. فالعمليه ديت الى جانب انها موهبه لابد كمان يبقى عمليه التدريب او حتى عمليه النظري. انا بتمنى ان لاعبتنا وهي تأدي باستمتاع، مانيش موظف، ويعرف. وقلت الكلام ده مع حضرتك مره واثنين وثلاثه، الجمهور اللي قاعد في المدرج مش ال 5000 طبعا، عندك 80 مليون اهلاوي بيتفرجوا عليك في العالم كله وفي القهاوي وفي البيوت وفي كل حته، وتعرف بيتألموا قد ايه ويفرحوا قد ايه لما انت بتأدي بصرف النظر عن النتيجه. فلازم تبقى دي في مخيلتك ولا تتأثر. انت راجل في النادي الاهلي، يعني انت ليك قيمه كبيره جدا طبعا، والنادي الاهلي بيقدرك ماديا وادبيا في كل النواحي. ما تفقدش النعمه ديت علشان واحد يتكلم عنك كلمتين مش كويسين، على الرغم ان انت لاعب كويس قوي. بيفكرني دايما بمروان محسن، لاعب انا دايما بشيد بيه، يلعب برجله اثنين، هيدرز، محطه، في كل الميزات. تاثر بالكلام اللي كان بيتكتب عليه، لا، انت المفروض تبقى اقوى من اي حد، لانك انت زي ما الناس بتشجعك والجمهور كله بيشجعك، ما تتاثرش باي كلام ممكن ان هو حد مغرض يقول كلمتين عنك تقوم انت تصدقه. طب ما تصدق الناس اللي كلها معاك وكلها بتحبك. فعمليه المهمه جدا يا كابتن ان انا استمتع. الحاجه الثانيه ما بقاش واضح، زي ما قلت قبل كده مع حمدي فتحي، لو انا بشوط ولقيت الراجل حط رجل يعني نزل على رجليا عشان يقطع الكوره، ايه المانع ان انا بمثل ان انا هشوط واروح واخده في الاتجاه الثاني؟ العمليه دي طبعا لازم يبقى عندي اتوقع المنافس ده بيعمل ايه، وانا برفع الاوفر. لازم ارفع الاوفر بعيد عن جسم المدافع، ما تخبطش كل مره في جسمه. الكلام ده انا كلاعب لازم اشتغل على نفسي، حتى لو المدرب مقصر معايا الاوفر اللي بيطلع من اليمين او من الشمال لازم تبقى بره جسم المدافع اللي قدامي، تتعمل الواو تحس بحيث انها تبعد عن جسمه وتبقى رايحه لزميلك. ولا بد انك انت تستمتع وانت بتادي، وتعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وانك انت لما بتكسب 80 مليون بيناموا فرحانين سعداء، ومحدش يقدر يهوب ناحيتك، لانك انت زي ما انا قلت قبل كده بتنافس ريال مدريد، وانت 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 وكل الكلام ده مش عايز اكرره،
لكن انا بكرره عشان ولادنا الصغيرين يبقوا عارفين الهجمه الشرسه اللي موجوده على النادي الاهلي لن تنال منه ولا بعد 300 400 سنه.